لازم واضع البيت يبقى غير الناس، لأنه وضع للناس. فمن الذي وضع البيت؟ إنه الله تبارك وتعالى، بالكيفية التي أرادها سبحانه وتعالى. تقول لي بقى الملائكة، تقول لي كن فيكون، كل ده ماشي، ما عنديش مشكلة فيه. الكيفية طالما لم يذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن، الواعي من المفسرين من توقف إزاء الطريقة. الطريقة بملء في أقول يعلمها الله تبارك وتعالى، وهذا مطلق الفهم عن الله تبارك وتعالى. طالما سكت الله تبارك وتعالى عن طريقة وضع البيت، الثابت عندي أن واضعه غير الناس. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، البلد مكة. فما معنى بكة؟ بكة هي المنطقة التي فيها البيت، وما سميت بكة إلا أنها تبكي بالناس أناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وفي كل حين وفي كل ساعة. فالمنطقة التي عليها البيت، منطقة الحرم دي، بكة، والبلد مكة. وحرم الله تبارك وتعالى البلد إكراما للبيت الحرام. فالذي وضع البيت هو الله. واحد يقول لي طب إبراهيم، إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، اسمع التوقيع القرآني عشان تفهم القرآن بيقول إيه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فهذا المكتب مثلا، القاعدة التي تحته دي قاعدة للبيت، لو إن ده هو البيت، القاعدة دي للبيت. لو جبت قاعدة تانية دلوقتي هنا هو، يبقى دي قاعدة من البيت، يبقى البيت موجود. اسمع تاني، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. الآية اللي أوضح من دي كمان، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. واحد يقول لي كان لسه ما اتعملش، أن طهر بيتي، يبقى البيت موجود. التطهير اختلف في مرحلتين، مرحلة تطهير إبراهيم للبيت لوحده، ومرحلة تانية تطهير إبراهيم وإسماعيل للبيت. عشان تفهم أن التطهير في عهد إبراهيم كان لا يتعدى إلا رفع التراب عنه وكشف سقفه اللي حيبقى بعد كده قاعدة له، قال إيه؟ وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، يطوفون حول السقف ويقومون راكعين ساجدين في الإيه؟ على السقف. لما طهر هو وإسماعيل ورفعوا القواعد من البيت، ظهرت كلمة العاكفين اللي ما ظهرتش عند تطهير إبراهيم. قال وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فبعد بناء القواعد من البيت اللي هي الجدران، بقى يبقى ممكن يبقى فيه إيه؟ عاكفين. العقيدة السليمة لمن ذهب إلى هذا المكان حاجا، عليه أن يعتقد أن الذي أوجد البيت أو بنى البيت أو وضع البيت هو الله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن يضع البيت أحد من الناس. لأن لما يقول ولله على الناس حج البيت، الناس كلمة تشمل من عهد آدم إلى أن تقوم الساعة. فلو قلت إن إبراهيم هو الذي بنى البيت، ظلمت الناس قبل إبراهيم. يعني لو إن إبراهيم اللي أنشأ البيت، الناس اللي قبل إبراهيم حجوا إيه؟ والله في قرآننا يقول ولله على الناس حج البيت، التفسير ولله على الناس من عهد آدم حج البيت، لأن كلمة الناس تستغرق الجنس البشري من عهد آدم إلى أن تقوم الساعة. ولذلك العقيدة السليمة وانت رايح تحج، حتى لو مش هتروح تحج، لو ساقط عنك الفرض بالفقر أو المرض، فلك أن تفهم جيدا أن الذي بنى البيت هو الله، وهذا البيت الحرام هو بيت الله باختيار الله، وجميع مساجد الأرض في شتى بقاع الأرض مساجد الله باختيار الناس، والقبلة فيها لله تبارك وتعالى. وهذه قاعدة لابد أن نفهمها جميعا لتستقر العقيدة السليمة في وجداننا، لنعبد الله تبارك وتعالى على مراد الله لا على هوانا نحن. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. توقيعا لهذه الكلمة، قال عز من قائل لإبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق
ليشهدوا منافع لهم. أيها الإخوة الأحباب، ساعة قال الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، قال إبراهيم لما فهم لفظ الناس وأنها تشمل جنس بشري كامل، قال: يا ربي وما يبلغ صوتي؟ قال: يا إبراهيم عليك الآذان وعلينا الإبلاغ. فصعد إبراهيم عليه السلام فوق جبل أبي قبيس ونادى: يا أيتها الخلائق، إن ربكم بنى بيتا فحجوه. فمن الذي أجاب إبراهيم؟ إن الذي أجاب إبراهيم الناس، من عهد آدم إلى أن تقوم الساعة، الناس من عهد إبراهيم إلى أن تقوم الساعة، الناس، كل الناس. فأجابت الأرواح في عالم الغيب الأمين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يعني الذي أجاب إبراهيم لما قال له الله عليك الآذان وعلينا الإبلاغ، كل من كتب الله له الحج من عهد إبراهيم إلى أن تقوم الساعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا هذه الفريضة، وأن ييسرها لنا، وأن يتقبلها منا، وأن يكتبها لكل من أسلم لله تبارك وتعالى في العمر مرة. فمن أراد أن يستزيد من زيارة البيت فعليه بالعمرة. فاصل قصير ونعود لنجلي الأمر في وسطية الأمة في الحج، فانتظرونا.